في ظل الحركة العمرانية والتطورات الحضارية التي تشهدها المدينة المنورة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، أطلقت الهيئة برنامج أنسنة المدينة المنورة. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى جودة الحياة بالمدينة من خلال تطوير وتحسين الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والأماكن العامة في المنطقة وتوفير السكن اللائق للأهالي، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والفراغات المفتوحة وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين السكان والجهات الحكومية وتحسين مستوى ونوعية الخدمات العامة المقدمة لهم. وقد تم تأسيس كادر مؤهل من قبل هيئة تطوير المدينة لإدارة برنامج أنسنة المدينة والإشراف على مشاريعه ومبادراته وتحديد أولويات المناطق التي تحتاج إلى التطوير والتحسين وتسهيل الحركة بها بناء على دراسة احتياجات الأحياء وتشجيع السكان للمشاركة في هذه المشاريع.